في الذكرى الخمسين للنصر المجيد، كيف جرت أعظم عمليات العبور؟ أعتقد أن روميل لو كان حاضراً لابتسم ثناءً على تلك الخطة. جنرالات وقادة من جنسيات مختلفة يحللون الحرب. كيف نفذت خطة الخداع المصرية على أرض الواقع؟ استطاع المصريون تحقيق مفاجأة تكتيكية. وكيف انهارت أوهام إسرائيل؟ لابد أن يعود الفضل في ذلك إلى القيادة المصرية، لأن هذا لا يحدث بالصدفة. وكيف غيرت حرب أكتوبر النظريات والخطط العسكرية في العالم؟ لم يكن الطيران الإسرائيلي قادراً على ضرب منظومة الدفاع الجوي. أكتوبر في عيون العالم.